السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى من الله تكونوا بخير وعلى خير وفي صحة جيدة. اليوم ان شاء الله غنشارك معكم السفة المدفونة بالدجاج بواحد الطريقة اللي سهلة وسريعة وناجحة 100%. اول حاجة غنسبق منها هو الدجاج. غنردو يطيب، وضعت الطنجرة ديالتي فوق النار، درت فيها قطع ديال الدجاج اللي كيبقاو دائما على حسب عدد الأسرة. ضفت نصف كأس ديال الماء وجوج حبات ديال البصله كبار اللي مقطعين، مقطعين رقاق. وغنضيف التوابل. بالنسبه للتوابل عندي ضمه ديال الزعفران، وعندي ملعقه صغيره ديال الملحه، ملعقه صغيره ديال السكينجبير، ملعقه صغيره ديال الكركم، نصف ملعقه ديال الابصار، وراس معلقه ديال القرفه. يمكن لكم، انا عندي هنا مطحونه، الا كانت عندكم عواد ديروها ما احسن عواد. عندي هنايا ملعقه صغيره ديال السمن، وغناخد واحد الملعقه خشبيه ونحاول نخلط هاد المكونات مزيان مع بعضياتهم. غنضيف كذلك واحد القبيطه ديال القزبر والمعدنوس اللي مربطاهم، وغنغطي على الطنجره ديالتي ونخليها، يعني نخلي الدجاج حتى يشرب ليا التوابل، وفي نفس الوقت هذيك البصله تنزل ليا في الطياب. انا هنايا ضفت جوج فصوص ديال الثومه كبار محكوكين اللي ما ضفتهمش من الاول، نسيتهم، وغنحرك بهذا الشكل. هذا نخلي هذاك الدجاج يشرب ليا التوابل كيف ما شفتوا. انا ما كنديرش الزيت من الاول، كندير غير العطريه او التوابل مع الماء مع البصله، وكنخلي هذاك الدجاج حتى كيشرب ليا التوابل. من بعد الزيت كنخليه اخر حاجه. من بعد ما تشربوا ليا التوابل، فهاد المرحله زدت نصف كاس ديال زيت المائده، ودابا غنمرق. ملي كندير الزيت مباشره كندوز باش نمرق، وكنمرق بالماء اللي يكون غليان. كندير الكميه ديال الماء اللي غادي يطيب لي عفوا فيها الدجاج، ونحرك واحد التحريكه خفيفه، ونغطي على الطنجره ديالتي ونخليها تطيب على خاطرها. كيف ما شفتوا، من بعد ما طاب لي الدجاج هانتوما نحيد هذيك القطع ديال الدجاج ونوضعه في شي صحن. وغنخلي هذيك المريقه وهذيك الضغميره تضغمر ليا مزيان. غنحيد كذلك حتى القزبر، هاد القبيطه ديال القزبر حتى هي غنحيدها. ودابا غنخليها تزيد تشرب ليا واحد شويه وتضغمر في نفس الوقت. وانتم اخواتي، المريقه او الضغميره ديالتنا هي واجده. دابا غنطفي عليها النار وغندوز باش نوجد السفة. غنغطي عليها ونخليها جانبا. وقبل ما ندوز للسفة غنحاول نفرتت هذيك الدجاج، نحيد منه هذيك العظومة ونحاول نفرتو على هذا الشكل، هذا بحال الشكل اللي كنديرو في البسطيلة. من بعد ما قطعتو قطع صغيرة على هذا الشكل هذا غنخليه جانبا. ودابا غندوز للسفه. عندي هنا كيلو لا روب ديال السفه اللي وضعتها في قصريه، وضفت عليها نصف كاس ديال زيت المائده، وغنحاول نبسبسها مزيان مزيان، ندخل فيها هذاك الزيت. الصراحه الا شاركتوا الطريقه ديالتي، ولو تكون عندكم كيف ما كان نوع ديال السفه، انا هنا راه عندي السفه غير ديال العبار ماشي ديال الباكيه، كيف ما كان نوع ديال السفه اللي عندكم، يعني راه كونوا اكيدين غتنجح معكم 100%. من بعد ما بسبست هذيك السفه مزيان بالزيت، غنوضعها في الكسكاس من بعد ما غلى ليا الماء في البرمه، وغنوضعها تفور 10 ديال الدقائق، وضروري ما نغطي عليها. من بعد ما فارت ليا 10 ديال الدقائق، وضعت هذيك الكسكاس في اناء، وغنخوي هذاك الماء اللي عندي في البرمه غنخويه فوق السفه بهذا الشكل هذا. مباشره من بعد ما كنخويه فوق السفه اللي عندي في الكسكاس، كنرجع الكسكاس للبرمه، وهذاك الماء اللي عندي في الاناء كنولي نقلبه فوق هذيك السفه اللي عندي في الكسكاس. ها نتوما مباشره كنحيدها النيت، كنرجع البرمه ديالتي فوق النار، وكنوضع هذيك السفه في القصريه، كندير ليها الكميه ديال الملحه اللي كتبقى على حسب الذوق، وغناخد واحد الفرشيطه باش غنحلها. وفي نفس الوقت غناخد كاس ديال العنبه ديال الماء وغنرشها به، الماء يكون بارد.
ودابا غنخليها تشرب. من بعد ما حركتها غنخليها حتى تشرب. هانتوما اخوات دابا راه شربات ليا بعد ما خليتها شربات واحد شويه، وكنحلها في نفس الوقت. هانتوما راه محلوله دابا، يعني حتى داك الفرشيطه، يعني الفرشيط راه كتعاون ملي كتكون سخونه. راه الا حليتيها بالفرشيط حسن ما تحليها بيديك، راه كتجيك سخونه بزاف. هانتوما من بعد ما شربات ليا وحليتها في نفس الوقت، غنرجع عفوا الكسكاس تفور ليا الفوره الثانيه. ملي غنديرها في الكسكاس ونرجعها تفور الفوره الثانيه، نغطي عليها ونخليها كذلك 10 ديال الدقائق حتى تفور مزيان. ومن بعد ما فارت ليا 10 ديال الدقائق، كنوضعها، كندير نفس الطريقه اللي درت المره الاولى. كنوضع الكسكاس ديالي في اناء، كنخوي عليه هذاك الماء اللي عندي في البرمه، وكنولي نرجع الكسكاس للبرمه، وكنولي هذاك الماء اللي عندي في الاناء غنولي نرجعه فوق، نخوي فوق السفه اللي عندي في الكسكاس، وكنحيد مباشره. كنرجع البرمه ديالتي فوق النار، وكنوضع هاد السفه في القصريه على هاد الشكل هذا. وكنسقيها كذلك بكاس اخر ديال العنبه ديال الماء. وكيف ما شفتوا في الاول، راه كنخدم مع الفرشيطه، يعني حتى كتبرد ليا شويه عاد كنخدم يديا، كنزيد نحلها مزيان مزيان كيف ما شفتوا. وفي هذه المرحله ومحدها باقا سخونه، كنضيف واحد الملعقه كبيره ديال الزبده، وجوج اكياس ديال الفاني. انا هنا درت الفاني، نتوما يمكن لكم ديروا دانون فاني، ولا يمكن لكم ديروا واحد كاس ديال الحليب، يعني هما بثلاثه بهم راه كيعطيو واحد المذاق جد جد رائع في السفه. غنضيف كذلك الزبيب اللي سبق لي رطبته في الماء، ومن بعد ما حيدت منه هذاك الماء غنضيفه. وكيف ما شفتوا غنحاول ندوب هذيك الزبده في هذه السفه، وفي نفس الوقت كنحلها. ها انتم شوفوا كيفاش كتجي تبارك الله محلوله. وهذه راه اخر تصفيره اخواتي، غنرجع هاد السفه للكسكاس وغنردها للبرمه حتى تفور كذلك 10 ديال الدقائق، وضروري ما كنغطيوها. ومن بعد ما كتفور 10 ديال الدقائق، كنولي دابا نقلبها مباشره في القصريه، يعني ما غنسقيها ما والو في هاد التفويره الثالثه، وغنحلها بالفرشيطه نخليها تبرد غير واحد شويه وغنقدمها. انتما من بعد ما خليتها نقصات منها غير واحد السخونيه غير واحد شويه، يعني ما تخليوهاش تبرد. دابا مباشره من بعد ما حليتها مزيان، شوفوا تبارك الله كيفاش كتجي محلوله، وكتجي غزاله، وواحد المذاق فيها جد جد رائع. دابا غنديرها في صحن ديال التقديم. بالنسبه للطريقه راه كيبقى لكم الاختيار، قدموها كيف ما بغيتوا. اللي مهم هو انني شاركت معكم الطريقه ديال التفوار ديالها اللي كتجي ناجحه 100%. كيف ما شفتوا كندير واحد الكميه ديال السفه هي الاولى، وكنقدها في الصحن بهذا الشكل هذا. ومن بعد غناخذ هذيك القطع ديال الدجاج وغنستفهم من الفوق غير في الجهه الوسطانيه من الفوق فقط. هذه طريقتي، ولكن نتوما قدموها بطريقتكم كيف ما بغيتو. ومن بعد غناخذ الدغميره اللي بقات ليا ديال الدجاج، هذيك البصيله المدغمره، غنوضعها فوق القطع ديال الدجاج بهذا الشكل هذا. ودابا غنضيف كميه ديال السفه اللي بقات ليا من الفوق، وكنحاول ما نغطيش الجوانب بمره باش كتبان بلي راه السفه المدفون.
من بعد ما قديت السفه ديالتي في الصحن بهذا الشكل هذا، غنزينها. اول حاجه غندير القرفه، وعندي هنايا اللوز اللي سبق لي حمرته وطحنته، غنديرو مع الجوانب. ومن بعد ما درته مع الجوانب غندير كذلك في الوسط بهذا الشكل هذا. وغنزين دابا، من بعد ما غنزين باللوز غنزين بالسكر كلاصي. الصراحه انا دي طريقتي اللي هي بسيطه، وانتم ديروا طريقتكم كيف ما بغيتوا قدموها، ها هي كتجي رائعه. وكيف ما شفتوا الطريقه ديال التحضير ديالها راه سهله وسريعه. غندير كذلك السكر كلاصي من الفوق، وغندير في الوسط ديالو كذلك القليل ديال اللوز اللي عندي مطحون. واحد شويه ديال القرفه من الفوق، والسفه ديالتي هي واجده. كنتمنى من الله تنال الاعجاب ديالكم. كيف ما شفتوا الطريقه اللي سهله وسريعه وكتجي رائعه، كتجي مفركه ومفرزه الحبه على اختها، حتى في المذاق كتجي بنينه بزاف. نتمنى من الله لانكم تجربوها بطريقتي وغتنال الاعجاب ديالكم. والى فيديو اخر ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.